مع ساعات الصباح الأولى فتحت صناديق الاقتراع مرة أخرى في 81 ولاية تركية إذانا ببدء التصويت في الجولة الثانية لتحديد من سيكون الرئيس. المفوضية التركية العليا للانتخابات كانت قد أعلنت أن هنالك إقبالا شديدا على صناديق الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى، وتتوقع أن تبلغ المشاركة إلى نهاية التصويت بنسبة أعلى من النسبة التي حصلت عليها في الجولة الأولى. بالطبع حصلت في الجولة الأولى على 88%. أيضا التصويت في المعابر الحدودية ما يزال مستمرا وفي المطارات أيضا، كما توقف منذ يومين التصويت في الخارج. نسبة التصويت في الخارج بلغت 55%، والصناديق وصلت مساء أمس أنقرة ليتم فرزها وعدها. أكثر من 60 مليون مواطن تركي يحق لهم التصويت في جولة الإعادة من أمام أحد مراكز الاقتراع. ليو تي في، ضيف يزن، إسطنبول.